واحنا محتاجين في مصر الان كل حد بيشيل سلاح ضد مصر وضد شعبها او جيشها او شرطتها يلقى جزاء عادل بقانون حاسم، وكل حد صاحب رأي بعيد عن العنف في ممارسة الدعاء عليه ياخد حقه في الحرية. وعشان كده اللحظة اللي بنقول فيها نحن مع أحكام مشددة ضد الإرهاب، احنا بنعمل إدانة واضحة جدا لسجن أصحاب الرأي أيا كان موقفهم من الرأي السياسي. كل صاحب رأي غير سلمي مكانه بره السجن، وكل إرهابي بيقتل مواطن أو جندي في الجيش أو الشرطة ينبغي أن يلقى جزاؤه.